يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. Today is the day, tonight is the night. تصحى من النوم، تفطر، تخلص امورك اللي حوالينك، تفك الانترنت، تلاقي تريلر ديدبول 3 اللي منتظره من كم سنه وصل اخيرا. ايش في احلى من كذا صباح؟ المهم يا اخوان معليش اعذروني على حماسي، ولكن ديدبول كمان مين ما يتحمس لديدبول 3؟ بنروح نسوي تريلر رياكشن ونشوف التريلر مع بعض لاول مره. ويا ترى ايش مخبيلنا التريلر من مفاجآت، لانه مثل ما يقولون او مثل ما قالوا احتمال انه تظهر شخصيات من عالم الاكس من ومن عالم مارفل السينمائي الافينجرز عفوا، فبيكون ايش كذا في ميكس ما بين العالمين. والفيلم هذا ديدبول 3 راح يعيد بناء اشياء كثيره صارت قديما في عالم مارفل والاكس من، يعني حيكون في سفر عبر الزمن، حيكون في تلاعب بالاحداث بحيث ايش كذا يسوون خط زمني جديد ويرجعون يصلحون بعض الاخطاء اللي ممكن يكونوا وقعوا فيها زمن. anyways ما بطول عليكم كلام، قبلوا لايك، اشترك في القناه لو ما كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات، وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وديسكورد وتويتش، جميع حساباتي موجوده في صندوق الوصف. غير كذا خذني على تريلر ديدبول. هابي بيرث داي ويد، نبدا. It's been a challenging few years, for sure. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Make a wish, buddy. Wade Wilson? Who's asking? Oh, shit! Whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. دقيقة تي في اي ايش في؟ انا عرفت انها باروكة. Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Okay. Wait. You are special. This is your chance to be a hero among heroes. I smell what you're stepping in, Sensei. شوف كابتن امريكا دق تحيه يا اخي، محشش ديدبول. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. حلو حلو حلو، واضح انه بتكون في فصلات مش طبيعيه. No, لا تخلص لا تخلص تريلر، اعطيني شيء. ايوه you're just standing. Come on. No, I'm actually okay. Thank you very much. Oh my god. طيب يقلع ابليس، الله يقلع ابليس. طيب ديدبول اند وولفرين، هذا الاسم الرسمي يا اخوان للفيلم، ديدبول اند وولفرين. بس لحظة، خلونا ناخذ التريلر من البداية حبة حبة. هنا واضح انه ما ادري ايش الحياة اللي كان يطمح لها في بداية الفيلم، بس واضح انه رجع زوجته somehow وجمع اصحابه حوالينه somehow ولبس باروكة، حاول انه يعيش حياة طبيعية. ولكن اللي صار، حتى شوفوا جابوا الشلة كلهم اللي جوا في الأفلام القديمة، فإيش اللي حصل؟ حتى العجوز العمية، سواق التاكسي، كل اللي شاركوا معه، فإيش اللي صار فجأة؟ أنا السؤال الحين ماني ما أدري يعني
زوجته من وين رجعت، انه على خبري اخر مرة شافها في العالم الاخر، يعني في عالم الموتى لما مات نص موتى ورجع. عموما هنا مين اللي جو؟ دقوا عليه الباب، خربوا على امه الحفلة. التي في اي جو سحبه. حلو حلو، مسكت الباروكة ذي كانوا يقولوا يا ابو ايش ام الحياة الكذبية اللي انت عايشها يا ديدبول، تعال بس اسحب على ام السبهلة بلا هابي بيرثدي بلا بطيخ. وجابوه على التي في اي. لو ناسين شو التي في اي، هو المقر اللي انسحب فيه لوكي ودارت فيه جميع القصص الخاصة بمسلسل لوكي. مستر ويلسون، you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. حلو، ديدبول جالس يسأل مين انت وانا ايش جابني هنا وايش قاعد اسوي، فقال له ايش امشي معايا تعال ناخذ بك لفه. وهذا مقر التي في اي زي ما انتم عارفين، اللي تابع مسلسل لوكي عارفين. Wait. You are special. انا بيقول له انت مره مميز يا ديدبول، يا ويد انت مره مميز. This is your chance. وهذه فرصتك انك تكون بطل من بين الابطال. ولو فاكرين ديدبول يكره ام شيء اسمه منظمه او فرقه ابطال خارقين او اي كلام فاضي، فدائما كان يحاول يشتغل مع او يشتغل لحاله، يعني ما يبغى احد يقعد يتامر عليه يسوي كذا روح كذا، فدائما كان يبغى يكون حر، ما يبغى احد يقعد يتامر عليه. ولكن ايوه شوفوا هنا، هنا هذه الشاشه وهذا المشهد بالتحديد دليل على تقاطع العالمين رسميا، عالم الاكس مان وعالم الافينجرز. من زمان كانوا العالمين هذه سيبريتد منفصلين، الافينجرز يطبخون لحالهم، الاكس مان يطبخون لحالهم، ولكن هنا ديدبول في اخر افلامه اعطانا شويه تلميحه كذا عن سفر عبر الزمن وشويه تخبيصات، ويبدو ان ايش بتصير هنا ومن خلال التي في اي، لانه التي في اي هي أفضل مكان ممكن أنت تنتقل فيه عبر الأزمنة وعبر الخطوط الزمنية كيفما تشاء. ولكن السؤال، هل أحداث الفيلم بعد لوكي قبل لوكي؟ ما نقدر نعرف، طالما أنه الألوان بالأحمر فربما إنها زي ما هي. لو شفنا شوية أخضر من هنا ولا من هنا ممكن نقول ها والله شكلها على عهد لوكي. حبيت التحية صراحة اللي دقها الكابتن أمريكا، شايفين قاعد يتكلم يا عيال، مو قاعد يكسر الجدار الرابع، هذا تك معانا، خش متكي جنبنا، ترى قاعد يقول عالمكم السينمائي ذا حغيره من جديد، حغيره منه إلى حلو. هنا ديدبول، أنا كان ودي لو ألمح شخصيات عفوا وولفرين، أنا كان ودي لو ألمح شخصيات ثانية بس ما شفت أي شيء. هنا لعل عطبة تحمس شوية، بس كفار يقولون الأشياء ذي. خلوني ألخصها لكم بحيث ما يكون في استخدام لمصطلح ديني. هو يقول أنا المخلص، أنا الشخص اللي جاي ينقذ مارفل، مع أنه يعني مارفل أمورها طيبة، مش مرة طيبة بس فعلا تحتاج إنقاذ، تحتاج ترجع لمستواها الأول. هو قاعد يقول أنا المخلص لمارفل، أنا الشخص اللي جاي ينقذ مارفل، عاد بس استخدم كده مصطلح ديني يعني. بس الغريب انه التي في اي فجأة صار قاعد يتضارب معاهم. اذا كان هذا لبس التي في اي اللي ظهروا فيه في بداية التريلر، تمرد ما تمرد اكتشف فيه بقعة او اكتشف انه الامور لازم تمشي بالطريقة اللي هو يشوفها مش اللي هم يشوفوه. يا عين. طيب انا ابغى والله اظن اني عرفت، اعتقد المكان هذا اللي هو المزبله، عرفتوها المزبله اللي في التايم لاين نسيت اسمها، اللي ترمى فيها لوكي ونسخ لوكي في الجزء الاول، ناسي ايش اسمها، اللي هي في نهايه الزمان تمشي بعدها بعدين توصل الى مقر الزفت هذاك، ايش اسمه، كانج اعتقد اذا ما خاب ظني. شوف يده انكسرت بس بيصلحها الحين. طيب is this task master؟ لا توقعت task master. نعم جالس احاول افهم يعني ماني عارف ايش اللي قاعد يصير. بس لو تلاحظوا في جسر هناك طايح كأنهم سافروا إلى خط زمني أشبه بعصر اللي تضمحل فيها الحضارة وتختفي، في جسر زي جسر بروكلين مدري جسر نيويورك طايح ورا، كأنه عارفين ماد ماكس، أجواء ماد ماكس يا حاجة زي كذا، والله شيء غريب. أنا ما ودي أتفزلق بس المكان ذا
المكان ذا كان المكان اللي مات فيه لوغن في آخر فيلم له إذا ما خاب ظني، كأنه هذا المكان ممكن يعني في تقاطع له علاقة ما أدري. Who is this guy? I don't know صراحة. بس حطوا في بالكم حاجة، زمان رايان رينولدز قال إنه ما راح نلعب بأشياء كثيرة في التايم لاين، مجرد بيكون في إصلاحات فقط، ما راح يخربون قصص. على سبيل المثال قال إنه لوغن ميت، هو ميت خلاص حنخليه ميت، معناته إنه ما راح نتعامل مع لوغن ذا، ممكن نتعامل مع لوغن من خط زمني آخر، أو ممكن نتعامل مع لوغن ذا ولكن مع اعتبار إنه لوغن ذا ترى في 2095 كان مرة في المستقبل، عشان كذا ممكن إيش ما يكون في مشاكل على ذي الجزئية، لأنه لوغن مات بعيد في المستقبل وإحنا لسه بدري. طيب واضح إنه الخبزة ذي جاته من وولفرين وانخبز لين عض الأرض. بس إيش اللي يخلي وولفرين يتضارب معه؟ وإيش اللي يخلي وولفرين يلبس البدلة؟ Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. قال له اعطيني يدك ساعدني، قام طلع له مخالب وبوم. حلو حلو حلو، والله ما أدري كيف بتكون القصة. ما أدري كيف بتكون القصة صراحة، يعني خلينا نقول إنه ديدبول في بداية الفيلم بيكون كذا يبغى يعيش حياته مستقل، أو ما يبغى ينغمس مع أحد أكثر من اللازم، أو خلاص طفش من حياة القتال، لأنه كان يقول في البداية السنوات الماضية كانت سنوات صعبة ومن عارف إيش، وبطريقة ما باستخدام الأداة الزمنية اللي معاه اللي كان يقدر يتنقل فيها عبر الأزمنة راح رجع زوجته وانقذها بطريقة ما I don't know، ولكن بسبب إنه جلس يقفز بين الأزمنة من اللي جو سحبه TVA. TVA قالوا تعال حبيبي نجالس تلعب بالزمن و ولكن عندنا لك مهمة كويسة بما انك شخص مميز وتقدر تصير بطل من بين الابطال، ويبدو ان الخطة تبع TVA ما راح تعجب ديدبول، فراح يبدأ ينسحب منها ويبدأ يتهرب بين الازمنة الزمنية، يقفز من زمن الى زمن ويرسلون له وولفرين علشان يوقفه. اتوقع هذا السيناريو اللي اقدر اطلع فيه بناء على المعطيات اللي شفتها، ان كان في تريلر ثاني مايبي نشوفه مايبي لا، ولكن اشوف انه ذا التريلر كافي بالنسبة لي، اعطاني التشويق اللي احتاجه. حماس مليون، حماس 10/10، كل شيء ماشي صح الى الان. بليز يا ديدبول زبط المظبيط، فعلا هو قال نبغى نزبط عالم مارفل، زبط عالم مارفل. طيب قبل ما نقفل الفيديو خلونا اول شيء نشوف البوسترات الرسمية اللي موجودة على IMDb. عندنا البوستر الاول بيست فريندز اللي هم ديدبول وولفرين، ويبدو انه اسم الفيلم، هذه بعض الصور المنتشرة عنه او انتشرت خلف الكواليس، ولكن برضو ما راح نقدر نعرف منها شيء غير انهم قاعدين يتضاربوا، ما راح تقدر تستوعب حاجة، يعني حتى المشي هذه مستحيل تكون حاجة واضحة من جوة الفيلم، ممكن هذه الصورة صوروها اثناء التصوير. ولكن الحلو في الموضوع انه قدرنا نطلع باسم للفيلم ديدبول اند وولفرين، اسم الفيلم ديدبول اند وولفرين، لانه هنا طالع ديدبول اند وولفرين، فخلاص هذا الاسم الرسمي، ما عاد في ديدبول 3، اسم الفيلم ديدبول اند وولفرين، يوم 26 جولاي 2024، بمعنى بالضبط بالضبط، خلوني اجيب لكم بالضبط، ليش لا؟ ويل 6 شهور ما عليه، والله تعدي، وربي تعدي يا عيال، اسمعوا الكلام، قبل كم سنة ايوه قبل كم سنة كنت اقول لكم اوبنهايمر، متى اوبنهايمر؟ فجأة شفنا اوبنهايمر وشفته 3 مرات في السينما ونزل في البيت وتابعته من البيت، تمر الايام لا تفكروا فيها بس عيشوا حياتكم. بس والله يا جماعة على هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، الله يعطيكم الصحة والعافية، تريلر مرة مشوق ويدعو للتفاؤل، وان شاء الله انه بيكون حاجة فعلا قد المتوقع. قبل لايك الفيديو لو عجبك، اشترك في القناة لو كنت مشترك، فعل جرس التنبيهات، تعال تابع لنا موقع التواصل الاجتماعي ديسكورد تويتش، جميع حساباتي موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.